أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة مدنية وبس. منسوب المياه الجوفية ومشاكلها Ground Water Table. مهم جدا بالنسبة لي ان اعرف منسوب المياه الجوفية واقارنها بمنسوب التأسيس. طيب ليه؟ علشان احدد التصرف المناسب لوجود المياه الجوفية ان وجدت. طيب ايه اللي استنتجه لما اقارن منسوب المياه الجوفية مع منسوب التأسيس؟ ساعتها هطلع باحتمال من 3 احتمالات، وكل احتمال فيهم بيحدد لي اذا كان في مشكلة ولا لا، وان لقيت مشكلة اقدر اتصرف ازاي. والثلاث احتمالات دول هما: الاحتمال الاول ان الاقي منسوب التأسيس هو نفسه منسوب المياه الجوفية، بمعنى انهم بيساووا بعض، وساعتها ما يبقاش عندي مشكلة علشان هقدر اصب القاعدة العادية بسمك معين وفوقها القاعدة المسلحة، وبالتالي المية مش هتوصل للقاعدة المسلحة ولا للحديد بتاعها. الاحتمال الثاني ان الاقي منسوب التأسيس اعلى من منسوب المياه الجوفية، وساعتها مش هيبقى عندي مشكلة برضو، لاني كده هحفر وهعمل الاساسات بتاعتي ومش هتكون المية ظهرت لي ولا هتيجي ناحية الاساسات. الاحتمال الثالث ان الاقي منسوب التأسيس تحت منسوب المياه الجوفية، وساعتها هيبقى عندي مشكلة. لو لقيت المنسوب التأسيس تحت منسوب المياه الجوفية بمسافة اقل من او تساوي 30 سنتي مش هتكون عندي مشكلة كبيرة، ومش هحتاج ان اعمل نسح للمية دي، وهيكون عندي اكتر من تصرف ممكن اعمل اي واحد فيه. التصرف الاول ان هروح لدكتور الاساسات واخليه يعمل لي منسوب التأسيس اعلى شوية، بحيث ان يكون منسوب التأسيس هو نفسه منسوب المياه الجوفية، وبكده هتكون المشكلة اتحلت، وده الاحتمال الاول اللي اتكلمنا عليه. التصرف الثاني ان اصب في 30 سم دول خرسانة عادية، واعتبرها كلها فرشة نظافة، ومياه الخلطة بتاعتها هتكون هي المياه الجوفية، مع ملاحظة انها هعلي الخرسانة العادية قيمة 10 سم، يعني هصب خرسانة عادية بسمك 40 سم، علشان ما يبقاش وش الخرسانة العادية واللي عليه حديد القاعدة المسلحة مع وش المية بالظبط، علشان احافظ على حديد القاعدة المسلحة من الصدمة. طيب لو لقيت ان منسوب التأسيس اوطى من منسوب المياه الجوفية باكتر من 30 سم، ساعتها اعمل ايه؟ ساعتها هضطر ان اعمل نسح للمية الموجودة دي، بعدها هعمل ستاير خوازيق بنتونايت متقطعة، وده علشان احافظ على مياه الجار. النسح دي ووترينج هو شفط او سحب المياه من الارض اذا كان منسوب التأسيس اوطى من منسوب المياه الجوفية. خلي بالك ان هناك مشكلة لو كان النسح بدون عمل اي دراسة او بدون عمل ستائر خوازيق بانتونايت، لانه هيسحب المياه الموجودة في تربة مبنى الجار، وهيسحب معاها اجزاء من التربة، وده هيحدث خلخلة في تربة الجار تحت الاساسات فينهار المبنى بتاعه، او يحدث بيه شروخ على اقل تقدير. ملحوظة تاني، لو حصل خطأ في تقرير التربة مثلا، وجيت اعمل حفر ولقيت منسوب المياه الجوفية اعلى من منسوب الاساسات، وكان دكتور الجسات حصل عنده غلطة وكتب ان منسوب التأسيس اعلى من منسوب المياه الجوفية، معنى كده ان انا وبحفر هتفاجئ بالمياه قدامي، ساعتها لازم اردم في الحال وبدون اي تفكير وارجع لدكتور التربة. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. اتمنى ان الفيديو يكون فاتكم ونال اعجابكم.